السلام عليكم الدراري، جبت لكم تحديد الماتش الراجع اول شيء حد السعودي في النهائي العالمي صراحه بحال انه فكرني في الماتش ديال الديربي ديال 4-4. كميه اهداف جميله بحال كنت تفرج ماتش الشامبيونز ليغ. لاعبين قدموا مباراه كبيره صراحه. احسن لاعب في الراجع بالنسبه لي في هذا الماتش هذا كان هو اللاعب حفيظي. كميه التمريرات الحاسمه والافتتاحيه اللي عطاها راه بزاف، لكن بعض اللاعبين في الراجع كيزيد عليهم الطبع ديال كما كنقولوا الطميع وعدم استغلال الفرص بحال لاعب بن حليب. تال احمدي اللاعب المغربي اللي كيلعب اتحاد جده داري عليه، لكن ما كانش فورمه ديالو بحال انه دغيايا وهادشي اللي خلاه يخرج مره ثانيه. اتحاد جده عندهم لاعب برازيلي عالمي وخطير ضرب الصح، هو اللاعب روماريو سجل 3 اهداف كان حاسم في هذا الماتش هذا وما كانش كيزقل بزاف عكس الرجاء اللي دار طلعات بزاف وما استغلوش الكرات ديالهم على الرغم انهم استحوذوا بشكل كبير، لكن ما كانش هناك فعاليه وكيبقى عندهم الحل الوحيد هو تزيد من بعيد كما هدف ديال الوردي. الرحيمي دار لي عليه لكن ما كانش فورمه ديالو على الرغم انه سجل هدف، لكن نقص الاعداد بشكل كبير في الشوط الثاني ما تولي ما بانش. الحافظ كيبقى هو نجم اللقاء بالنسبه ليا الفريق الرجاء، يا ما يصنع الكرات لكن الفعاليه ما كاينه. ماتش كيبقى عالمي وماتش تاريخي بحيث ان المذيع حتى هو كان جميل ضرب الصح ديال ابو ظبي الرياضيه واحد. والرجاء كما العاده تصرفنا المحافل الدوليه الكبيره حيت انا متعاتنا كاع اللي تفرج الماتش غادي يكون متعه ديال بصح حيت انهم اجمل مباريات بحال هكا تفرج الشامبيونز. كما قلت الرجاء بشاتنا الحظ وبالتالي فازت فركله الترجيح اللي كانت جميله صراحه بحيث ان الرجاء كانت تقدر تفوز في الماتش، لكن تركله الترجيح بشاتنا الحظ حيت قدموا مباراه كبيره وبالتالي موسم خرافي كاس الاتحاد وبالتالي هذه البطوله زادوها يعني داروا عليهم، لكن خاصهم يعوضوا ويجيبوا لاعبين اللي قدروا يعوضوا اللاعب الرحيمي ومالونغ اللاعبين الكبار وقدموا موسم خرافي. وبالتالي الرجاء تسال الفوز تقاتلوا ضرب الصح في هذا الماتش وكانوا رجال وهذا الشيء اللي خلاهم يتوجوا باللقب. ومبروك لهم، ينعشوا الخزينه ديال النادي اللي خاسر الفلوس باش يتخلصوا من الديون ديالهم ويرجعوا الرجاء كما كانت.